معك أغني عن اللحم للكاتب السعودي حسين السلمة الدين. إن القراءة والتحليل والنقد والتأمل تخلق نصا موازيا للنص الأصلي لا يهدمه ولا يتسببه، إنما يعيد رسمه رسما بيانيا ليشكل إطلالة مفتوحة على جمال إلى متناهي. الحب يجب ما قبله، وكانت الجدة في قصة مجرد رسالة من عجوز، وكانت الحبيبة في قصة اشتاق للعناق فاستيقظ، وقصة العمالة الوافدة في قصة كوري في تاروت. طبعا كلها تحمل الكثير من المفارقات، ولم يكتفي الكاتب بذلك، بل عندما وصف المكان وصفه بكل بيئاته الاجتماعية والعمرانية